ليبيا مرة أخرى عند مفترق طرق خطير. بعد فشل انتخابات 24 ديسمبر، انتخابات الرئاسية، البلد مقسمة بين طرفين، عنده مشروعتين مختلفين لليبيا. طرف تريد حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وتريد خريطة طريق جديد يركز على مسودة الدستور. والطرف الثاني ترفض هذا المشروع وتقول إن لازم تبقى حكومة رئاسة عبد الحميد دبيبة، والبلد يحتاج انتخابات برلمانية. للأسف هذا الصراع أصبح هي السبب بوجود حكومتين حاليا في ليبيا. التصويت على ثقة الحكومة الجديدة زادت المشاكل. الآن ليبيا عندها حكومتين يعتبر نفسهم شرعية، حكومة شرعية. فالسؤال اللي يترك نفسه، كيف يمكن ليبيا أن تخرج من هذا الأزمة الجديدة؟ ما هي الحل؟ للليبيين وللقوى الأجنبية الخيار بين إما تدعم حكومة جديدة وتخالف بين الأطراف، أو تدعم انتخابات فورا. وبصراحة ما فيش حل واضح، ما فيش حل سهلة بين هذا الخيارين. بس على الأقل الأطراف الليبية لازم توافق أن ترجع إلى طاولة المفاوضات، والمجتمع الدولي لازم تدعم ذلك.